السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناة كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم حلوة لشرب الشاي زوينة بالنسمة ديال النافع. كتجي زوينة وسهلة وما فيهاش الزبدة. هنا عندي بيضة وحدة، درت معاها نص كاس ديال العنبة ديال السكر سنيدة مع خنيشة ديال الفاني، فيها غير بيضة وحدة هاد الحلوة هادي. ولا بغيتو تضاعفوا المكونات ضاعفوهم. هنا غنضيف معلقه كما شفتوا متوسطه ديال العسل اللي كتجيب هذه الحلوه محمره، وفي نفس الوقت كيعطيها مذاق وكيرطب لهذا الكاليط هذا، يعني كيجيكم رطب. هنا ضفت معلقه ديال النافع البلدي، بغيتو تطحنوه طحنوه، بغيتو تخليوه هكا كيكون شي شويه محمر. هنا ضفت 7 غرام ديال خميره الحلويات والدقيق حسب الخليط. صافي، هنا من بعد ما جمعتها بالدقيق دابا غادي نديرها كحريبلات طوال وكنقطعهم هكا بحال سيجارات، وعاد من بعد غادي نزينوهم بصفر ديال البيض والجلجلان. هنا غادي نقطعها بهاد الشكل هكا، نتوما تقدروا ديروها حتى مكوره هكا الا ما بغيتوهاش طوال. كما شفتوا كنوضع هاد الحريبلات هادو في لاطا مفرشه بورق الطهي، او دهنوها بشويه الزيت الا ما عندكمش ورق طهي، لان هاد الحلوه ما فيهاش الزبده، باش يعني باش ما تلصقش ليكم. غادي نستفهم كاملين بنفس الطريقه. بعد ما قطعت هاد السيجارات هادو، خديت هنا واحد الصفار ديال البيض صغيره، درت لها قطره ديال الخل. صافي، كتخلطوها مزيان وكدهنوا السيجار ديالكم. دابا غادي ناخد هكا السكين وغادي ندير واحد 3 ديال الفلحات. من بعد ما فلحتهم دابا ناخذ شويه ديال الجلجلان وكنديرو هكا في الوجه ديالهم.
بالنسبه للفران انا درتو دابا يسخن على 180 درجه، غادي ندخلهم لتحت يطيبو من الاول، عاد ديك الساعه كنحمرهم. فوالا البنات، كان هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا، كتجي بهذا الشكل هذا، كتجي محمره وزوينه. وبالنسبه للشكل تقدروا ديروها هكا دائريه، يعني ديروها بحال غريبه وكتفلحوها بالسكين، فالشكل ديرو اللي بغيتو. بالنسبه لهذا الخميره، الا بغيتو تنقصوا شي شويه من 7 غرام نقصوا من 7 غرام، ولا ما بغيتوهاش هكا تجيكم هكا مشققه بزاف دخلوها الفران يكون بارد، يعني ما تسخنوش الفران، خليو الفران بارد ودخلوها، يعني بحال الشغل ديال الفقاس باش ما كيطرطقوش. ولكن الا بغيتو ما كيجيكم مشققين الفران يكون سخون. نقسم معكم واحد الحبه كما شفتوا البنات، ها نتوما كتجي هشيشه بزاف والمذاق ديالها زوين بداك النافع اللي ضفنا. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. نشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم.